مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. هلموا لنسجد ونركع لملكنا ولهنا. Come, let us worship and fall down before Christ, our King and God. Oh, let us come and worship and fall down before Christ Himself, our King and God. Psalm
بسلام إلى رب نطلب. For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. من أجل السلام في كل العالم وحسن تبعات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب. And those with faith, reverence, and fear of God, enter therein. Let us pray to the Lord. فقطع عيني الى الجبال من اين يدفعون
أسباب الرب شهادة من إسرائيل يعترف باسم الرب لأنه هناك اسم كراسي قباب كراسي بيت داود اسأل السلام من أورشليم وإلى هذه الذين أحبونك ليكن سلام في قوتك وهناء في قصورك من أجل إخواني وجيراني دعوت لك بالسلام من أجل بيت الرب إلى هنا التمست بك بالخيرات Someone 22. Like a father, I need a second in Sandoval. I hope I can meet you in the last few days. I don't know why you. But I need a little bit of a day. Get out of here, you know, the rock line. A day of it. But I'm way out of it. But I'm not a kid of the land now. Get here on the land and push in it. But yet, there are the most to be on the hand. Psalm 23. لو لم يكن الرب معنا ليقول إسرائيل لو لم يكن الرب معنا لقام البشر علينا وابتلاعنا لأحياء عندما احتضر غضبهم علينا لغمرتنا المياه وجازت عن نفوسنا السيول بل جازت عن نفوسنا المياه الطاغية تبارك الرب الذي يلبس لنا في سفل أسنانهم نجد نفوسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا معونتنا باسم الرب صانع السماوات والارض المجد يجب من الروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين هللويا 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 مجدك يا الله هللويا 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 مجدك يا الله هللويا 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 مجدك يا الله يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا المجد يجب من الروح القدس عيدا وعيدا بسلام الى الرب نطلب So God, by thy grace, الذين يزرعون بالدموع يحسبون في السرور سيركانوا يسيرون
وبالدموع كانوا يلقون بدعاءهم، وعند رجوعهم كانوا يحملون أغمارهم مسرورين. Psalm 26. إن لم يبن رب البيت فباطل يتبناه، إن لم يحرس رب المدينة فباطل يسأل الحراس. باطل لكم أن تذكروا في القيام وأن تتأخروا عن الرقاب. أنتم يا من تأكلون خبز المشقة حين يمنح الرب أحباءه رقابا. ها إن البنين هم ميراث من الرب، وثمرة البطن هذه هي منحة منه. كالنبال بيد الجبار كذلك الأبناء الذين أدركهم السن. فطوبى لمن يشبع بشهاء حقهم، فإنهم لا يغزون عندما يتكلمون أعداءهم بالباب. صمت كل السنة. طوبى لجميع الذين يفتحون الرب والسالكين في الطرق، إنك تعب من أثمار تعابهم، ذلك طوبى ربك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب في بيتك، وبنوك مثل أمرك الزيتون حول البيت. هكذا يبارك الإنسان الذي يخاف الرب. الرب يبارك بمن سيئان القدس الرقابات أورشليم جميع أيام حياتك، وترب لبني والسلام على إسرائيل. صامتني كثير ما قتلوني من الشباب، يقول الآن إسرائيل. كثير ما قتلوني من شبابي ولم يقدروا علي. على ظهري من الوراق آمر الخطاب وطالت مؤامرتهم. رب صديق يقطع عناق الخاطئين، ليخزى كل الذين يبذلون صاحبهم ويمتدوا إلى الوراق، وليكونوا مثل عشق السطوح الذي ينسى قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا حاج من حزمتكم حنطوي. ولم يقل المارون به بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. البس الآب من الروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 مجدك يا الله. هللويا 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 مجدك يا الله. هللويا 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 مجدك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. البس الآب من الروح القدس. Again and again in peace let us pray to the Lord. فأنا رفعت نفسي فأنت تجازيني.
يعتقد إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. Psalm 131. اذكر يا رب داود وكل دعاته وكيف حنث للرب ونظر لله يعقوب قائلا لن إني لن أدخل في بابك ولن أصمت على فراش سريرك ولن أعطي لعيني نوما ولا لعشبان وعزا ولا لصديق ضعفا حتى أجد مقرا للرب ومسكنا لله يعقوب فإنا سمعنا فيك أقرارا ووجدناه فيك فعل الأب فنقل مساكني ونسجد الموتى التي قامت فيه قدما. Through the prayers of our Holy Father, through Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Through the prayers of our Holy Father, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Through the prayers of our Holy Father, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Through the prayers of our Holy Father, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. بالصلوات الان القديسين ايها القدس المسيح لنا حنا خلصنا امين. بالصلوات الان القديسين ايها القدس المسيح لنا حنا خلصنا امين. بالصلوات الان القديسين ايها القدس المسيح لنا حنا خلصنا امين. Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. بالصلوات الان القديسين ايها القدس المسيح لنا حنا خلصنا امين. Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. The Salawat of Anna could deceive. I hear of Yasun Masila and Hamna could listen to me. The Salawat of Anna could deceive. I hear of Yasun Masila and Hamna could listen to me. Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. The Salawat of Anna could deceive. أي رب يسوع المسيح لنا حنا خلصنا آمين. Through the prayers of our Holy Father, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. بالصلوات الآن القديسين. أي رب يسوع المسيح لنا حنا خلصنا آمين. بالصلوات الآن القديسين. أي رب يسوع المسيح لنا حنا خلصنا آمين. بالصلوات الآن منذ نداء حرمان النازل على جبال الفهيون
لأنه هناك أوصاف بالبركة والحياة والأبد. Someone 33. A very good Rabbi Jamia, we the Rabbi of the King of the Rabbi Sati Fatilan. Billay Ali Fadi Kumar was so very good. He very good Rabbi Sati as some of our brothers. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, for now and ever and the ages of ages. Amen. Hallelujah, 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 glory to your God. Hallelujah, 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 glory to your God. Hallelujah, 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 glory to you, God. Ya Allah, wa raja'ana al-majdula. Again, again, in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, let us have mercy upon us, and keep us, O God, by thy grace. Glory to remembrance of our all holy immaculate most holy, blessed and glorious deed. Lady Theotokos and the Ever Virgin Mary. With all the saints, let us commend ourselves in each other and all our life unto Christ our God. All the who with ever silent hymns and ever ceasing songs of praises to thy glory, art him by thy holy power, fill our mouth with thy praises, that we may magnify thy holy name, and grant unto us a part and inheritance with all those who fear thee in truth and keep thy commandments, through the intercession of the holy Theotokos and of all thy saints. لأنك أنت إلهنا إلى الرحمة والخلاص وإليك نرفع المجيء الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Thank you.
أخذ بنا حس نفسي لكي أشكر اسمك الآن وقت حسن القبول الآن يوم خلاص فضل نفسي بكثرة مراحمك واصفح عن ثقل خطايا يا محب البشر وحدك هي ينتظر تصدقون حتى تجازيني الآن وقت حسن القبول الآن يوم خلاص فلما نفسي بكثرة مراحمة وأصبح أنت من تطلق خطاياي يا محب البشر وحدك من الأعماق صرت لك يا رب يا رب استمع صوتي يا رب شفاعتي جميع القديسين ووالدك الاله امنحنا سلامه وارحمنا بما انك المتحمل وحدك لتكن هدومك مصغيتين الى صوت تدنعي ايها القديس النعتر خصوصا إن اعترافكم في ميدان الجهاد قد أخزى الجن وحارب البشر بمجهول أنكم فيما كانت همتكم تحصل كنتم تهتفون فلتكن نفوسنا ذبيحة حسنة القبول لديك يا رب فإننا إليك سمونا يا محب البشر فاستهلنا بالحياة الوقتية وازدرينا بها لكل الأمان رأسنا يا رب يا أرمن يحفظ لأن من عندك أول القفار
فلت الجاركم الربيع أيها القديس لأنكم أرقدتم دماءكم بلدتم السماء ميراثا وتألمتم تألما وقتيا فسرتم إلى الأبد فما أرمح وزنتكم إن تركتم الفنية فحصدتم على الباقيات وها أنتم منتعمون مع الملائكة مسبحين معهم بغير الفتور الثالوث المتساوي بالجوهر من أجل اسمك يا صبرت لك يا رب صبرت نفسي في أطوالك توكلت نفسي على الرب أيها الشهداء الكل هو النادر إن الأرض لم تستطع أخفاءكم بل السماء اقتبلتكم والفردوس فتحت لكم أبوابه فتمتعتم فيه بعون حياة وتشفعوا إلى المسيح الإله أن يهب نفوسنا السلام والرحمة العظمى المجد للآب والابن والروح القدوس أي نعيم ثبت في الدنيا لم يخالطه حسن أم أي مجد استقر على الأرض من غير انتقال الكل أوهام من الدم الكل أخدع من المنام رحمة واحدة وجامع هذه الأشياء يحن بها الموت لكن المسيح ألح الذي نفعهم ومثلهم بنور وجهك وحلاوة بهائك بما أنك محب للبشر الآن وكل أول وإلى دار الدائر آمين لنسبح مريم البتول مجد العالم بأسره المفرعة من زرع بشري والوالدة السيد الباب السماوي تسبيح غير المتنسمين وجمال المؤمنين لأن هذه ظهر السماء وهيكلا لله هذه هدى مسيزا عداوة متوسط وأجلبت السلام عوضه وفتحت الملكوت فلنعتصم بها إلى هي مرسى الإيمان ونتخذ الرب مولودا عابدا إياها فتشجع وفق الآلة يا شعب الله لأنه يقاتل أعداؤنا بما أنه على كل شيء قدير. بانفجار الصبح لله انفجار الصبح وليتكل اسرائيل على الرب ايها الكل يغبط لقد فضلت الموت على الحياه وامرت ان يزداد لي ايقونه المسيح وصور الجميع قديسين فمنكم ما سجد أفواه الرقيقة حسب قوم داود المتكلين على الله ظلما كثيرا لأنني للرب رحمة ومنهم نجاة كثيرة وهو يرجي إسرائيل من كل
يمنح الأسفية كما يليق بالله للمبادرين إليك بإيمان أيها الكائن المنفر. سبح الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها الأب المتألد الغطة تارسيوس قد سلكت بحسب وصايا الرب وظهرت نموذجا لرعيتك، فمثلما نحن الآن نحفظ بتعليمك فلا تزل متشفعا من أجلنا نحن المسلمين تذكرك باجتهاد، لأنه قد طويت رحمته علينا وحق الرب يدوم إلى الدهر. لنكرمنا الآن بواجب الاستحقاق فارسيوس رئيس الرعاة الحكيم وداعم كأن حقيقية وطرق خادم المسيح، إذ قد نال منه نعمة الروح وبما أنه أحد الدلع عندنا فهو يبتهل في خلاصنا. بنكرمنا الآن بواجب استحقق سيوس رئيس الرعاة الحكيم وداعم الكهنة الحقيقي وخادم المسيح، إذ قد نال منه نعمة الروح القدوس وبما أنه أحرز الدلع عند الله فهو يبتهل في خلاصنا. لهم بنات رعاهم الله بنات الناس
إنهن حسنات فاتخذوا لهم نساء من جميع من اختاروا. فقال الرب: لا تحل روحي على الإنسان أبدا، لأنه جسد وتكون أيامه 120 سنة. وكان على الأرض جبابرة في تلك الأيام. وأيضا بعد أن دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، أولئك هم الجبابرة المذكورون من قبله. ورأى الرب أن الشر الناس قد كتب على الأرض، وأن كل تصور أفكار قلوبهم إننا هو الشر في جميع الأيام. فندم الرب إنه عمل الإنسان على الأرض وتعسف في قلبه. فقال الرب: امحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض، الإنسان مع البهائم والدبابات وطير السماء، لأني ندمت على خلقي لهم. أما نوح فنال خطوة في عيني الرب. ركم أنين أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني خطيت إليك. أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني خطيت إليك. طوبى لمن يراعى المسكين ينقذه الرب في يوم السوء. أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني خطفت إليك. وزدم لتستن الحكمة. قراءة من أمثال سليمان الحكيم. لتسعتين. يا بني ارعى وصية أبيك ولا ترفض شريعة أمك، عقلها في قلبك كل حين، أقسمها في عمقك، هي تهديك في سيرك وتحافظ عليك في رقابك، وإذ استيقظت فهي تحدثك. لأن الوصية مصباح للشريعة منهم وتوبيخ للتأديب وطريق الحياة، لكي تحفظك من المرأة الشريرة من تملق لسان الغريبة. لا تشتهوا بقلبك جمالها ولا تفنيك بجفنيها، فإنه بالمرأة الزانية يصار إلى غوز رغيف من الخبز، ولا تنفعل تستار النفس الكريمة. هيأخذ إنسان نارا في حجره ولا تحرق تيامه. أم يمشي أحد على الجمر ولا تكتوي قلبه. هذا هكذا الداخل على امرأة قريبه، كل من مسها لا يكون زكيا. لا يعير السارق إذا سرق ليشبع نفسه وهو جائع، وهو إن أخذ أدى سبعة أضعاف وأعطى كل قنيته قنية بيته. أما الزاني بإمرأته فإنه فاق باللب، إنما يصنع هذا مهلك لنفسه. يلقى ضربا وهوانا وفضيحة لا تمحى، لأن غضب الرجل غضب غيره، فلا يشفق في يوم الانتقام، ولا يقبل فدية، ولا يقنع إن أكثرت الرشوة. يا بني احفظ أقوالي واتخذ وصاياي عن تلك. يا بني أكرم الرب ويؤيدك ولا تخافن من آخر سورة. لتستقم صلاتي كالمخبور أمام، وارتفع يدي ذبيحة مسائية.
لنقول كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول Again, we pray for the blessed and ever-merciful
founder of this holy church and all the children of Manasseh. For the sake of God, your deceased one and all of our fathers and brothers, the Orthodox departed this life before us, who here and in all the world lie sleeping the Lord. وفي دورس وكل البطارك أن نطول بالذكر ورحم يا رب ورحم يا رب. Again we pray for our brothers, those who serve and those who are away, and for all those who do have compassion toward this holy church, and those who serve and those who have served in it. والذين تعبون والذين رتلون فيه ومن أجل الشعب الواقفين متوافهم لديك الرحمة الغنية العظمى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. O Lord our God, accept this fervent supplication of thy servants and have mercy upon us according to the multitude of thy mercy, and send down thy compassion upon us and upon all thy people who await thy great and rich mercy. Amen. For thou art a merciful God, and lovest mankind, and unto thee ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto ages of ages. Amen. Salve Maria, وحسن بنعمتك كل أعضائنا وأذهاننا
Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Yeah.
Love.
لنكمل طلباتنا المسائية للرب. من أجل القرابين المكرمة أسابق تقديمنا وتقديسنا إلى ربنا الله. Reverence and fear of God and children, let us pray to the Lord. من أجل أن إله المحب البشر الذي تقبل على مذبح المقدس سماء العقلي راحة زكي روحي يرسل لنا عودا لنا نعمة الأيام وبالروح القدس نطلب. Let us pray to the Lord. Oh, the Holy Spirit, have a fun love in a matikin. That this whole evening may be perfect, holy peace, and sinless, let us ask of the Lord. Free of every word of the devil.
the evil one affecting our acts, our word, our thoughts, and so obtain the blessing promised to us as to thy sins who have blessed you through the ages. وهلنا أيها السيد أن نزور بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit both now and ever and to ages of ages بعشقك الإلهي فاحرق خطاياي بالماء غير هلوية
كيف أدخل أنا غير مستحقي بهذا القديسين فإني تلرأت الدخول معهم إلى الخبر يبكتني لباسي إذ أنه ليس لباس العرس وتطرح من ملائكة يا خير مغلولا وطهر نفسي يا رب من الناس وخلصني بحبتك للبشر أي السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي لا تسر لي القدسات هذه القدسات لمحاكمة بسبب عدم استحقاقي بل لأطهير النفس والجسد ولتقديس ما يلعب الحياة والملكوت الآتية أما أنا فغير لي الاتساق بالله وأن أضع أيدي خلاصي على الرب اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله لأني لست أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة الراشة مثل يهودا لكن كم استعترف لك هاتفا اشكرني يا رب انك اتيت في ملكوتك مبارك الرقاب والريحين تسقي حدوك فمي في كل يوم تفتخر نفسي في الرب فيسمع الولاء ويفرحون هللويا اكرم الرقاب والنقار اسمه جميعنا هللويا طلبت الرب فاستجاب لي ومن جميع المخاوف نجاني هللويا انظر الي والسرير فلا تخفى وجوهكم المسكين صرخ والرب استجاب له ومن جميع احزاني نجاه هللويا يعظم ملك الرب حول خيره وينجي هللويا ذوقوا وانظروا ما اجاب الرب فطوبى للرجل المتكي عليه هللويا انه الرب لجميع القديسين وليس للذين يتقون اعواد هللويا الاغنياء افتقروا وجاءوا اما الذين يبتغون الرب فلا يعرضون أي شيء هللويا تعالوا أيها الأولاد واسمعوني فأعلمكم مخافة ربي هللويا أي إنسان يهوى الحياة ويحب أن يرى أيام صالحة هللويا صل لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالمكر هللويا أدع عن الشر واصنع الخير اطلب السلامة واصحى وراءها هللويا عينا الرب الى الصديقين واذنه الى ثروته هللويا اما وجه الرب
لسمارك النفس والجسد بميراث الملك والسماوات For the sanctification unto the prescribed glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever and to ages of ages. Amen. Let us go forth in peace.